قصتنا النهاردة بتحكي عن شاب اسمه عادل، شاب بسيط جدا ويدوبك اللي جاي على قد اللي رايح. بيفكر عادل انه يفتح محل اكل هو وصديق ليه واللي كان اسمه رامي. بيفتحوا المحل ومع اول يوم شغل ربنا بيكرمه من واسع، وبيبدأ اسم المحل يتعرف للناس كلها. وقتها عادل قال لرامي انهم لازم يفتحوا اكتر من مكان بعد ما ربنا كرمه. رامي رفض وقاله انها مخاطرة، وربنا كرمنا والحمد لله وكفاية على كده. طموح عادل كان للسما، واختلف مع شريك النجاح رامي وقرر انه يسيبه ويكمل هو. خد مكانه وفتح مطعم، ومع الايام ربنا كرم وفتح اكتر من فرع. الفلوس اللي بقت مع عادل كانت اضعاف اضعاف اللي مع رامي، بس الشيطان ما بيسيبش حد في حاله. عادل اتكبر واتغر وبقى يقول انا اللي وصلت له من تعبي ومجهودي، ونسي فضل ربنا عليه. عقاب ربنا ما كانش في وقتها، دايما لكل ظالم خيوط، وخيوط عادل لبيوت الناس الغلابة اللي مشغلهم، وخراب شغله وقفان الحال هيعود عليهم بالضرر. من الناحية التانية رامي كان شغال والدنيا ماشية معاه، وفي يوم طمع عادل خلاه يفكر انه لازم ياخد الزباين اللي عند رامي عشان الرزق بدل ما يكون 10 أضعاف يكون 11 أو 12. فكر في فكرة انه يأجر واحد ويديله فلوس عشان يروح بالليل المحل بعد ما عادل يقفل ويولع فيه. النار بتمسك في المحل كله، والمشهد كان كالآتي: رامي قاعد قدام المحل بيصرخ وبيحاول يطفي النار مع العمال، والناحية التانية من بعيد عادل في العربية بتاعته شايف المنظر وعينه فيها شر الانتصار، مع العلم ان رامي كان بيتمنى الخير والنجاح كله لصاحبه. يعدي كام يوم وعادل يلاقي رامي جاي له يسلم عليه، بس المقابلة ما كانش زي المتوقع. بعدها رامي طلب من عادل فلوس عشان يرجع يفتح المحل من تاني. عادل بيرفض وبيقوله ما يغرهوش المحلات الكتير اللي فاتحها، بالعكس ده مديون لطوب الارض. رامي بيسيب صاحبه وبيمشي. تعد سنين ورجل اعمال يطلب يقابل عادل، يعرض عليه مشروع العمر، مصنع حديد وصلب، وبيقوله ان لو بيكسب في المحلات 1,000,000 معاه هيكسب 100. الفلوس بتعمي عين عادل والجشع والطمع اللي بيسوقه. بيوافق وبيقول للراجل انه محتاج يطلع على كل الورق ويعمل احصائياته للمشروع. الراجل بيدي مهلة لعادل، وبعد فحص ودراسة عادل بيعمل كل ده، وبيلاقي ان ده مشروع العمر وانها فرصة ولازم يستغلها. ما كانش قدامه غير انه يبيع المحلات كلها ويحط فلوسها على الفلوس اللي معاه ويديها للراجل عشان المشروع. وزي ما انتوا توقعتوا، الراجل بينصب على عادل وبيخليه على الحديدة. عادل بعد ما باع اللي وراه واللي قدامه مبقاش فاضل غير البيت القديم بتاعه. مع الايام عادل كان لازم يدور على شغل، راح لاكتر من مكان، وعشان سنه ما كانش سهل انه يشتغل، لحد ما بيوصل لمحل كبير جدا وبيسأل هناك. ده كان الامل الوحيد، بس برضه بيترفض. بيروح البيت وبيلاقي صاحب المحل بيكلمه وبيقوله انه وافق انه يشغله عنده، بس هيشتغل ويتر، ينزل اكل للناس. عادل بيقول له ان مقدم على محاسب. الراجل بيقول لعادل للاسف ده شغل المتاح. عادل بيوافق وبيشتغل، بيرجع لربنا ويعرف ان عقاب ربنا كان عشان يفوقه، ان زي ما اديتك الفلوس ووسعت رزقك قادر ناخد منك كل ده. عادل كان فاهم كويس جدا، وده خلاه يشتغل بايده واسنانه. ولما مدير المكان طلع معاش عشان سنه كبير، الناس كلها رشحت عادل عشان كفاءته وشغله، وفعلا بيترقى. بعدها المدير العام للشركة بيروح لعادل وبيقوله انه سمع عنه وعن شغله، وانه في وقت قصير قدر يثبت نفسه، وانه كمان مبسوط بيه، ودلوقتي هياخده ويروح يقابله صاحب شركة المطاعم. بياخده ويروح يقابله صاحب الشركة عشان تحصل الصدمة. عادل بيلاقي اللي بيقابله هو صديقه رامي. عادل بيسلم على رامي والاتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض. رامي بيقول للعادل لما جه اول مرة عشان يسأل فيها على شغل، بالصدفة رامي شاف عادل، ولما مشي خلى مسؤول الـ HR يكلم عادل ويقوله يجي يشتغل بس ويتر. رامي كان بيتابع صاحبه من بعيد لبعيد عشان بس يتأكد انه اتعلم من الدرس. واللي رامي كان مستغربه ان عادل ما كانش بيتكلم مع حد وبيقوله انه كان معاه فلوس وصاحب شركات ومحلات على سبيل الفخر. بالعكس عادل كان ساكت وما كانش بيتكلم عن الماضي،
رامي بيقول لعادل انه لما ترقى ما كانش ليه دخل في الموضوع، بس هو من جواه عارف ان صاحبه هيعرف يفرض نفسه وشخصيته في الشغل وانه هيترقى، عشان لما يحصل ده ساعتها بس يقدر رامي يقوله على الحقيقة اللي مخبيها. عادل لما ساب رامي في الاول ومشي كان ليه فلوس عنده، وقتها ما كانش معاه يديله لحد ما جمع الفلوس بتاعته، وفي اليوم اللي كان رايح يديله الفلوس المحل ولع، وأتفكر انه يروح يقول لعادل على فلوس ولو وافق يقوله ان ليه فلوس وانه هياخدها يفتح بيها المحل من تاني، وبكده سداد الدين هيتأجل كام شهر. بس عادل صدم وقرر رامي انه ما يديش الفلوس لعادل دلوقتي. رامي بيرجع يفتح المحل من تاني وربنا بيكرمه وما بيكررش غلط اول مرة، وبياخد بنصيحة صاحبه وبيفتح اكتر من محل. ومع كل يوم كان فاكر الدين عادل، بس كانت في حاجة جواه بتقوله مش دلوقتي. رامي بيخلص كلامه بيقول لعادل انه عايزه معاه شريك بالفلوس اللي ليه، واللي كانت مع الايام بتكبر وبتزيد لانه مشغل حلو. عادل بيقول لرامي ان هو سبب حريق المحل بتاعه وطلب منه يسامحه. الاتنين بينسوا الماضي وبيبدأوا صفحة جديدة. القدر بيجمعنا من ناس وبيخلينا نخسر ناس، صاحب المعدن الاصيل هو اللي بيفضل وما بينساش الخير ودايما بيسامح.